لي ديبرسيون، علاش انا كندير مجهود في الخوال خاوي؟ علاش كاينه هذه كاينه هذه؟ انا عارفه شنو من العراقيل اللي عقلوني، ان شاء الله من هنا لقدام كلشي غيتبدل، كلشي غادي تشوفوه كلشي غيتغير بشويه بشويه، حيت هاجر من ديك النوع اللي هادي ما صالحاش ليا تبغى يحيد، هادي صالحه ليا اجي، هادي ما صالحاش، ما كنت اقلمش مع الحاجه الخايبه اللي كتكون انا داراني. بالعكس، صباح الخير عليكم، صباح الخير حبوباتي، صباح الخير خوتي العزاز، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هذا اول فيديو غنديرو ان شاء الله من الدار ديالي، من فرنسا. بغيت نقول لكم بعدا اول حاجه ديروا لي لايك هاد لا فيديو، وبغيت نقول شكرا للناس اللي كيلتحقوا بيا في القناه، ونقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا عند اختكم هاجر. بغيت نقول لكم عاوتاني راني وصلت بخير على خير، وصلت البارح مع جوج الليل، من وصلت جوج الليل هنا في كونتر، اما في باري اورلي وصلت مع ديك ال11. درت الديسكال، راني تعذبت بزاف هذاك الديسكال، تعذبت فيه بزاف، نصيحه من عندي يعني اي حاجه كدوز عليا خايبه ديما كنبغي نصحكم باش ما ديروهاش حتى نتوما. مي تكونوا جايين ما تقطعوش الديسكال، مازال مي تكونوا غاديين جو سي با، ما جربتهاش، مي تكونوا جايين ما تقطعوش الديسكال. انا قطعت الديسكال لان ما لقيت حتى شي طياره في ديك الوقت، من كازا لقيتها في مراكش، لقيتها في وجده، لقيتها في اكادير، وكانت بعيده عليا، ويمكن المهم شي حاجه اخرى، يمكن ما جو سي با، ما عرفتش شنو السبب بالضبط. المهم عمر داود ما يعاود، يعني انا ما غنبقاش نقطع الديسكال، غنبقى نجي نيشان ان شاء الله. والبارح ضحكني راسي انني مشيت للمطار قبل بخمسة السوايع جو كخوا، وي باش ما تمشيش عليا الطياره، باش ما نعاودوش نفس المشكل. الحمد لله لقيت الوقت الكافي، مشيت تغديت تما، واخا تغديت بالغلا ماشي مشكل، تغديت تما، جلست شديت وقتي، المهم دست كاع من كل شيء بخير على خير. هانتوما جيت لقيت يوهان ديجا صوب هذا، حيت هما كيبداو في نوفمبر، لو ديبي دو نوفمبر كيصوبوا هاد السابان ديال البنات. ها هي بس غنشعلها ليكم. بغيت نشعلها ليكم، ما عرفتش خصني نكون كان فيها هذيك، نسيت عليها، فيها هذيك واحد بحال ها هي، ايوا هادي دايز فيها الضو ماشي بحال ما عرفتش باش كتشعل البنات حتى يجيو يشعلها لينا ان شاء الله. هادي اللي كنا خدينا العام اللي فات، شوفوا البنات الخضر هي ديالنا، شوفوا واش كتعجبني فرنسا خضرة طول العام، ولكن عندنا الكز 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 ما نعاودلكمش. كنضحك، جبت معايا الزيتون من المغرب، ها نتوما الزيتون ديال تنعرة البنات، مازال راه بدا كي ما بقاش زوين زوين زوين. وهنايا مسكينه الوالده ديالي صوبات لي الخليع، واحد شويه الخليع مسكينه الله يعطيها الخير، ودرته هكا مع البيض مع كويست اتاي وخبيز. يا سلام يا البنات، يا سلام يا سلام يا سلام. البنات حبوبات ديالي، كنت بغيت ندوي معاكم شويه على واحد الموضوع اللي موضوع الساعه ديالي انا، هي انني عجبني المغرب وبغيت نبقى فيه. المغرب راه زوين، خاص غير تكون فيه عندكم حبه، مي انا اللي خلاني نقول انا بغيت نبقى في المغرب حيتاش ديك الراحه اللي لقيت فيه، راه كنتوما شفتوها من ناحيه الضحكه ديالي، من ناحيه وجهي، من ناحيه شحال حاجه، يعني هذا دليل على انني ما مرتاحش هنا في فرنسا، فوالا هذا هو الجواب. يعني انا ما مرتاحش هنا في فرنسا، نقدر نكون ما مرتاحش على شي حاجه، ما مرتاحش على شحال من حاجه، بغيف المهم المهم المغرب جا معايا
وكون نعاود نقول لكم كون تحت لي الفرصة زعما ويكون عندي واحد المدخول لي كبير، نبقى في المغرب. ولكن دابا البنات انا ما غاديش زعما، واخا كنقول لكم الهضره ماشي غادي نبقى في المغرب زعما غنرجع المغرب نجلس فيه هذا، لا غادي نشوف شنو اللي ما عجبنيش هنا. يعني انا من ديك النوع اللي ملي كيكون مديرونجي شي حاجه، ملي كيكون ما عجبوش الحال في شي حاجه، ملي كيشوف شي حاجه كتاثر على حياته، ملي كيشوف شي حاجه اللي كتحيد له السعاده من ديالو، الضحكه تحيد لي الضحكه من وجهي، غادي نتبع ديك الخيط منين جاي ديك الخيط، فهمتوني شنو قصدت لكم؟ غادي نشوف هذاك الخيط منين جاي، منين جاي غنبقى نتبع الخيط حتى نشوف شنو خاصني ندير باش نكون انا مرتاحه وجالسه هنا، فهمتيني؟ با فورسيمون نمشي للبلاد، البلاد ديالنا على راسنا وعينا، نقدر نعاود نمشي نخد فيك انا اللي بقى نمشي جوج مرات في العام، ثلاث مرات في العام، نشوف المهم على حسب انا شنو لقيت على حسب التوقيت ديالي. واحد السؤال اخر، واحد السيده قالت لي وداك الكومونتير شتو بقيت كنشوف فيه، ودخل معايا هو كتبت لي واحد السيده، والسيدة ولا السيد معرفتش، بارفوا كنلقى شي كومونتير ولكن مكتوبينش فيهم السميه، مكتوبين فيه شي سميه اللي ما تعرفيش مولاها ولا مولاتو. المهم انا نقول انا في لا فيديو السيده راه غادي تعرفوا لي السيده ديالها، نقول انا السيده قالت لي اتونسيون من الخدمه ديالك، لان الخدمه ديالك هي اللي كدير لك الاكتئاب. شوفي اختي، ماشي عامل واحد اللي كيدير ليا لي ديبريسيون هنا في فرنسا، الاكتئاب هنا في فرنسا ماشي عامل واحد، يقدروا يكونوا ثلاثه العوامل، ويقدر الخدمه فريمون منها. ولكن انا كو كنت مرتاحه غير في واحد العامل من هاد الثلاثه، الخدمه غتكون عاديه. الخدمه وخدمه يعني كاين معايا تبارك الله ناس اللي ما غاديش نقول القوات نقول، لان ما نهضرش عليهم، ما نهضر على شي وحده اللي في حالي، يعني لا سيتوياسيون ديالي في حالي انا مغربيه بنت البلاد. كاينين الناس مغاربه اللي خدامين تما قدام، يعني الخدمه كنت انا مرتاحه في واحد لو كوتي، نقدر نتحمل الخدمه، فهمتوا، نقدر نصبر عليها في واحد الوقيته. ولكن ملي كنشوف راسي انني حتى حاجه ما مقاده ليا، يعني حتى حاجه ما مرتاحه فيها، حتى حاجه ما هي زوينه كما بغيتي، يعني حتى حاجه ما هي، ملي كنشوف سيرتو انا من ديك لو جون اللي حار اللي كيبغي اللي كي هو، يعني انا ماشي من ديك النوع اللي كنبقى نبعد ليا ونقول والله يسهل ودابا دابا نو، انا من ديك النوع اللي بغيت الحاجه كنقادها. هذا ما محطوطش في هاد البوزيسيون، ماشي هي هذيك غادي ندير لي هكا، غندير لي هكا. انا من ديك النوع اللي كندير هكا حياتي، يعني ماشي من ديك النوع اللي كان اللي انا من ديك النوع اللي حار اللي كيبغي يطمح لبعيد، اللي كيبغي يوصل، اللي كيبغي نقطع عاوتاني ديال الوصل. انا كناكل مع الخلي غادي يبرد ليا، ناكل وكنهضر معكم. كاينين عاوتاني واحد الكومونتير، عرفتي لي كومونتير ديالكم كيوصلوا ليا كيدخلوا ليا مع قلبي، كنحس بهم، واخا هكا كان عندي الوقت ملي كنجاوب، وكاين ما عنديش الوقت ملي كنجاوب، كاين عندي الوقت ما كيكونش عندي الوقت باش كنجاوب، راه كنجاوبكم في الفيديو. واحد الكومونتير قالت لي عجا خفي على راسك، انت بغيتي توصلي دغيا، عرفتش مولاها ولا مولاتو. مي هذيك السيده هذاك الكومونتير، عندك الصح اختي، عندك الصح، كلامك كله معقول، وي انا بغيت نوصل دغيا، ولكن ماشي بغيت نوصل، نو 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 نو، ما بغيتش نوصل لي واو ما عرفت فين، لا بغيت غير نحسن من الوضعيه ديالي. انا من ديك النوع اللي ديما كيطمح يحسن من الوضعيه ديالو، يعني الا وصلت واحد النيفو اللي بغيت بيان سور ما غاديش نقول انا بغيت نولي وزيره، بغيت نولي ما عرفت شنو، نو انا من ديك النوع اللي كيبغي يحسن. يعني نعاود لكم واحد النقطه باش غادي تفهميني مزيان وتفهموني كاملين، انا عشت حياتي تحت الصفر في الفقر، يعني من
من الزياده حتى ل 18 عام تحت الفقر، تحت الصفر، يعني تحت الفقر، نعاود نقولها لكم، تحت الفقر تحت الصفر، تقدروا تبغوا تفكروا وتعرفوا كيفاش تقدر تجاوبوا راسكم، تقدر ما يجيكمش الجواب، ولكن يقدر شي نهار اللي نقول لكم ها كيفاش عشت تحت الصفر. انا دابا ما مستعداش، لان لا الا بديت كنشرح لكم كيفاش عشت تحت الصفر نقدر يجيوني ديك لي ديبرسيون اللي هربت منهم. اللهم غادي نسد الموضوع، غادي نهضر معكم بعجاله، انني انا كنت عايشه تحت الصفر، وصلت عندي 18 عام الحمد لله، طلعت من ديك الناس اللي كيبغيو يطوروا من راسهم، لان هذا واحد لافونتاج كبير يكون عند بنادم. كاين اللي ما عندوش، كاين اللي كيبغي يبقى في نفس النقطه، كاين اللي كي ما عندوش سوق. انا كونتر هاد البيرسون، هذا انا متفقاش مع هاد الناس اللي كيكونوا عايشين في واحد الوضعيه مزريه وما يدير حتى شي افور باش يطلع، باش 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 غير سوفي راسو. انا من 18 عام وانا كنشوف نشوف 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 خصني نخدم، خصني ندير هذا، خصني هذا، خصني نكون خدامه هنا، خصني نكون هذا، خصني نطور راسي، علاش انا حتى انا ما نكونش ريسبونسابل، وليت ريسبونسابل حياتي، وانا هذا علاش هذا، خصني هذا، خصني هذا، خصني. وسبحان الله العظيم مي كان ندير شي ان بلون في راسي كنحققو، ولكن ماشي كنربع يدي وكنحققو انه كنخدم عليه باش كنوصل ليه. انا هنا كما قلتوها نتوما كملت عامين، وزعما كنت انا اللي لقيت اللي عاوني كنت غنحقق بزاف د الحوايج في هاد العامين هادي، كون كان راجلي من ديك النوع اللي يشد ليا في يديا ويسمع ليا، لان تبارك الله انا عندي عقيل، كنقولها لكم عندي عقيل اللي كيفكر في حاجه زوينه، يعني كون كان هو من ديك النوع اللي كيسمع ليا ويشد ليا في يديا، عامين كنت غنحقق فيها بزاف الحوايج، ما كنتش غنضيع هاد العامين دوز عندي خاويه. بغيف داكشي علاش بنت ليك انا بسرعه، انا من ديك النوع اللي العام ما كنبغيش العام يدوز عندي خاوي، العام كنبغي يدوز عندي شنو درت فيه الشهر، شنو درت فيه النهار، شنو درت فيه. داكشي علاش بنت ليك باغا نوصل لهيا، وفعلا مين ما وصلش داكشي اللي بغيت لهيا، داكشي علاش انا بديت جاوني لي ديبرسيون، علاش انا كندير مجهود في الخوال خاوي، علاش كاينه هادي كاينه هادي. انا عارفه شنو من العراقيل اللي عقلوني، ان شاء الله من هنا لقدام كلشي غيتبدل، كلشي غادي تشوفوه، كلشي غيتغير بشويه بشويه، حيت هاجر من ديك النوع اللي هادي ما صالحاش ليها بغا يحيد، هادي صالحه ليها اجي، هادي ما صالحاش، ما كنتاقلمش مع الحاجه الخايبه اللي كتكون انا داراني، لا بالعكس انا من ديك النوع اللي حاجه ما عجبانيش كنحيدها كيما بغات تكون. ما علينا، ما يمشوش عقلكم بعيد تقولوا هاجر بغات شي حاجه اخرى، ما يمشيش عقلكم بعيد، مي انا كنهضر اون جينيرال. ناكل الخليع ديالي غادي يبرد ليا البنات، يوهان جا هو وريان، دابا غادي يعطيه البيتي كادو اللي شرا له ريان من المطار بيد ما يجيلو داك الكادو الاخر اللي جبنا له من المغرب. ها نتوما شوفوا سي كو تي فادو نيكو لو كادو بابا بابا ريان اللي تا رامي لو كادو فيرم لي زيو Un cadeau. Un slip. Un jouet. C'est un slip? Non. Un quoi? C'est pas un slip? Waouh! Un parfum. Waouh! Ouais. Waouh! Attends. Sentir-le? Oh, je sais pas. Adzaro. Mais c'est du Adzaro, donc c'est du très bon. Ça c'est plus un parfum qui me plaît. البنات الحبوبات ديالي بالنسبه للروايح، بالنسبه للروايح اللي شريتهم من المطار ما وليتكمش، شريت هاد غال فلورين ليا انا، ها هي اول مره كنشريها. انا كنستعمل لا في ايفال ولا ديور، صافي ابار هادو ما كان
زعما الطارادو هذه زعما عمري ما جربتها. و ويوان شريت له هذا ازارو هذا ازارو البنات شميتها خطيره كتحمق واعره 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 بزاف البنات بزاف 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 بزاف, بزاف.